طيب، النهارده نظم العشرات من سائقي التاكسي الابيض وقفه احتجاجيه امام مجلس الدوله بيحتجوا فيها على شركتي اوبر وكريم لتشغيل السيارات الملاكي كاجره. سائقي التاكسي طلبوا بوقف عمل الشركتين علشان بيتضرروا منهم، وكمان بيعملوا لصالح رجال اعمال، وده بيؤثر على مصدر رزقهم. تابعنا مع حضراتكم بالتأكيد هذه القصة الفترة اللي فاتت ويعني بتتصاعد، ولكن هل الدولة المصرية هتقدر تحل الجزئية دي ما بين شركتي أوبر وكريم، وكمان الشركات الجديدة اللي انتوت ان هي تفتح في السوق المصرية؟ في عدد كبير من المصريين مؤيدين للفكرة دي، وفي عدد طبعا سائق التاكسيات شايفين ان هي بتضر بمصلحتهم، و ان سائق الملاكي او السيارات الملاكي مش بيدفعوا زي ما هم بيدفعوا كأجرة أو للخزينة العامة للدولة. فبالتأكيد الدولة المصرية هي أمام لازم حل بالتأكيد.